السلام عليكم. اليوم بدي أعلمكم طريقة كتير حلوة لنعمل السمسمية. موضوع كتير سهل. أنا جبت من عند العطار سيمسون مثل ما شايفين. أول شغلي بدنا نحمص السيمسون، طريقة كتير سهلة. رح ندور الغاز ونخففه على الآخر. منحمص السمسم مثل ما شايفين، الكمية طبعا اللي نحنا بدنا اياها. انا رح حمص السمسم كرمال الوقت. حبلش لكم طبعا بالخطوة الثانية بعد ما يتحمص السمسم معي. بعد ما حمصت السمسم بدي جيب مقلاية أكبر، رح ضيف للمقلاية سكر تقريبا كباية، وبدي ضيف أيضا المي بهيدي الطريقة وخليهن لحتى يغلو. بس تغلي المي انا بدي اضيف فوقهم طبعا السمسم. هلا بدي اترك المي والسكر لحتى يغلوا ويعملوا يبقبقوا، يصير هيك يطلع منهم فقيعات. بس يطلع منهم فقيعات بنبلش طبعا بالخطوة الثانية. مثل ما شايفين هلا غالوا مثل ما انا بدي. هلا رح خفف شوي الغاز تحتهم النار، ورح ضيف لهم العسل. اذا حنضيف العسل بهيدي الطريقه ومنحرك. اذا بنضيف العسل ومنحركهم مثل ما شايفين كيف صاروا. نرجع من أول شوي الغاز لحتى يرجع يبقبقوا عنا، يعني لحتى يغلوا أول غلوة. طريقة كتير سهلة وكتير مبسطة. هلأ رح ضيف السمسم اللي أنا طبعا حمصته. رح نخفف ورح نخلطهم بهيدي الطريقة. مثل ما شايفين نحرك طبعا تحريك مستمر. لحتى السكر والعسل مع بعضهم يعملوا مزيج متماسك مع السمسم. طريقة كتير مثل ما قلت سهلة وكتير مبسطة، فينا نعملها نحنا بكل سهولة بالبيت. طبعا السمسم منجيبه من عند العطار، تقدروا تجيبوه محمص، بس انا بفضل انتو تحمصوه بالبيت على طريقتكم. هلا انا رح طفي طبعا تحتن ورح حطن على ورق زبدة وحمرجن بالشوبك ورح مدن ورح فرجيكم طبعا كيف. مثل ما شايفين هلا انا دهنت الصينية عندي بزيت السمسم يلي هو انا جبته من هون من الطحينة. بنفتح المرطبان الطحينة وبناخد من علواج بيكون في زيت من جراء طبعا الطحينة الموجودة بقلب هيدي العلبة. ودهنت انا الصينية طبعا ومديتها منيح بالشوبك. هلا انا رح اقطعهم
وراح فرجيكم النتيجة النهائية. وإذا عجبكم الفيديو اشتركوا عندي بالقناة ليوصلكم مني كل شيء جديد ومتنوع.